ومرة أخرى أنا ألتقي مساء الفل، أهلا بيكو ولقاء جديد من ونس رمضان. إيه بقى نقول إيه؟ ما تغششوني كده حاجة. طيب إحنا كان في آية كنت قلت حضرتكم من حلقتين ثلاثة أو لقاء أو فات، يعني إنه الآية في سورة البقرة، وأرجو إنكم تخلوا بالكم لأن في ناس تقول لك سورة البقرة، فانا اسمه انا فاكر الشيخ احمد الله يرحمه وانا كبير كده شحط كده، فبقولها كده زي ما الناس بتقولها الدرجه. قال لي يا محمود اسمها سوره البقره. قلت الله يفتح عليك يا شيخ احمد الله يكرمك. فمن ساعتها ما قلتش تاني ابدا سوره البقره دي، سوره البقره. طيب يا سيدي، لقيت الايه، انا قريت الايات كتير الحمد لله ربنا اكرمني بيها يعني، لعل الله يتقبل. فوانا بقرا لقيت الايه بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم دول خرجوا من بيوتهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم موتوا ثم أحياهم. وبعدين في شكر، يعني إزاي في الآخر إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، إيه الحكاية دي؟ فتجمدت قدامها كده وفرحت جدا، لأن بقول لكم لما بقرأ المصحف وبكتشف آية معرفهاش بتبسط جدا. طبعا في حاجات كتير قصص كتير انا ما ببقاش عارفها، لكن الايه دي وقفت انا مين دول اللي قال لهم ربنا موتوا وبعدين رجعهم تاني، مين دول؟ فبحثنا ولقينا الحكايه بسيطه لكن لها معاني كثيره جدا. انتوا فاكرين القصه بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب لما كان جاي يزور في نواحي الاردن كده، وكان قائد الجيش وقتها ابو عبيده بن الجراح امين الامه، الراجل اللي هو شال السهم، شال قلب السهم من خد الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. أبو عبيدة بن الجراح أنا زرت مقامه في ومرقده في الأردن وموجود عندكم في اليوتيوب، شوفوا رجل عظيم 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 عظيم. طيب يا سيدي، فلما راح أبو عمر بن الخطاب فطلع فيه وباء في المدينة، فقال لهم طلعوا لي أبو عبيدة أنا عايزه، لأن هو كان بيثق جدا في هذه الشخصية وكان بيحبه جدا فعايز يطلعه من الوباء. فابو عبيده قال له لا مش هطلع. فجي اظن عبد الرحمن بن عوف مش عايز يطلع، فقال له عندي في هذا قول من رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال له وما هو؟ قال الرسول او ما قال يعني او كما قال، ان لو انتوا في بلد فيها وباء لا حد يخشها ولا حد يخرج منها. فهو بيتصرف صح ابو عبيده، فده قول من الرسول. فمشي سيدنا عمر بن الخطاب فقال له انت هتمشي؟ قال لهم نفر من قدر الله، قال لهم نفر من قدر الله الى قدر الله. وفعلا استشهد ابو عبيده في هذا الوباء ودفن في موجود في الاردن مقام المقر بتاعه مفيش معنى. طيب مين بقى دول اللي خرجوا من ديارهم وهم الوف؟ خلي بالك التعبير بدأ الناس تقول التفسيرات بقى، عبد الله بن عباس سيدنا عبر الأمة وناس كتير قالوا دول كانوا خارجين من طاعون، قالوا نهرب لأن نخرج مننا، نخرج من الحتة اللي فيها موت دي، مش عايزين مكان فيه موت نخرج منه. لكن في تفسير كده عجبني، ومن حقك انك في التفسيرات تستريح للتفسير اللي تشوفه يعني. فالتفسير التاني بيقول ايه؟ هم خرجوا من قدرهم وهم ألوف كتير قوي، فيقول لك ان هم كانوا خارجين من عدو وهم كانوا الوف كتير، فايه الخيبة اللي انتوا فيها دي؟ ما توقفوا تواجهوا العدو، ما تخرجوش، لانه هتهربوا من الموت، ما فيش حد بيهرب من الموت. هي دي الحكمة في القصة. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت خايفين يموتوا فخرجوا. ده ما ينفعش، ده مش عندنا، مش عند من آمن بالله ورسوله، مش عندنا خالص. محدش يبقى خارج خايف من الموت، الموت يجي في اي حته. فالتفسير اللي بيقول ان هم خرجوا من خايفين من عدو ده تفسير مقبول شويه.
لانه دي قصص مش موجوده. الموجود المعنى في القران، الايه اللي انت شايفها دي، ناس كانوا في مكان يقال انه في اخر العراق، في الاردن، في اي حته من الحتت دي، مش مهم المكان، مش مهم مين هم الناس، لان مش معروف اسم القريه بالتحديد يعني، يعني فيها اقوال كتير. لكن الناس دول قالوا لا احنا هنموت هنا، نخرج جري. قال لهم طب ماشي خرجوا، فخرجوا. فتقول الروايات انه الملائكه جه ملك من هنا وملك من هنا نفذ امر الله، لانه ما فيش حاجه اسمها موتوا فيموتوا هم، لان كده يبقى قتلوا نفسهم. لا، فقال الله الله موتوا، الملائكه ماتوا. نيجي في قصه الحياه بقى، ازاي هم صحيوا تاني؟ ده بقول لك ماتوا يعني سنين طويله، والغاط بنى عليهم بيوت وحاجات، والدنيا اتغيرت خالص. فجي نبي يقال اسمه حزقيل، حزقيل. فمر على المكان ده فقال لربنا يعني ممكن نصحيهم، دي الروايه. فالله سبحانه وتعالى قال نصحيهم، فادى امر قال له قول لهم يعني يصحوا. هو طبعا سيدنا عيسى عمل كده، فممكن جدا ان يكون ربنا قال له اداله السلطه دي، يقول صحيهم، فيلا اجساد، الاجساد تتملي بتعليمات من النبي حزقيل، هوب، لغايه ما اتردت ليهم الحياه. عشان كده هتلاقي الايه بتقول ايه، الايه اخرها بيقول ايه، وان الله ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. لانه صحاهم تاني، اول ما شفتوا بقى انتوا كنتوا خارجين خايفين من الموت هنموتكم ونصحيكم تاني، لانه ما حدش يفر من قدر الله. صحيح عمر بن الخطاب هفر من قدر الله الى قدر الله، لكن لما تبقوا، لان الايات دي ممكن تكون، وده تفسير برضو، نزلت مصاحبه للايات اللي خاصه بالخروج للجهاد في سبيل الله. فما تخرجوش ابدا خايفين من ناس اعداء جلكم، لازم تقفوا وتواجهوهم. ما تخرجوش خايفين من الموت، ممكن يكونوا يخرجوا خايفين لانه مش يعني القوه مش متكافئه، اللي مش قصص كده. لكن الايه فيها معنى عظيم جدا، وهو انه كمان حتى لما يجي الرواه بيفسروا يستشهدوا بايه بقى؟ يستشهدوا بقصه خالد بن الوليد. كل الروايات الموجوده تلاقي في الاخر فيها قصه خالد بن الوليد، كل مفسر اشتغل في الحته دي او في الايات دي جاب قصه خالد. ليه قصه خالد بن الوليد؟ لان خالد بن الوليد لما جه يموت قال لهم انا بموت زي البعير، بموت على الفراش كده، يعني انا ما فيش حته في جسمي الا ما فيها ضربه رمح او ضربه سهم او ضربه سيف، جسمه ومع ذلك كان بيتمنى يموت شهيد، لكن ربنا ما اردش كده. فما حدش يخاف من الموت، يعني ما حدش يقول انا هخرج من الحته دي ما فيهاش موت، لا، الموت يجي في اي وقت وفي اي حته وفي اي مكان، لان دول الوف خرجوا، الوف، خلي بالك تعبير الوف، لانه ممكن الم ترى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، يعني ايا كان عددهم بقى 10 100 200، لا، الوف، ناس كتير. فده بيقول لك ان الناس دول فيهم جبن وفيهم عدم ايمان بالله، لانك هتلاقيهم اول ما صحيوا قالوا ايه؟ اكثر الناس لا يشكرون، لان ما صحيوا هيقولوا لا اله الا الله على طول، هيؤمنوا على طول حسب الروايات الموجوده. فطلع التفسير الايه برضو مهم. ثم انت لما تيجي تقرا في سوره البقره وتلاقي الايه دي موجوده بتقول الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا الله ثم احياهم. خلي بالك ثم هنا يبقى في مسافه، لو قال فأحياهم أو أحياهم تبقى المسافة قليلة أوي، إنما ثم أحياهم في مرحلة بقى، ففي مرحلة كبيرة ثم أحياهم. وبعدين إن الله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لأن دول هيفضلوا بقى يعيشوا، هيعيشوا لغاية ما يموتوا عادي، بعد كده يموتوا كل واحد بقى بميعاده بنصيبه. ففي درس، أنت بتقرأ الآية كده مش ممكن يوصل لك الدرس، لأنه الآية كده ما تقرأها تحطها قدامك كده ألم ترى، يعني ما فيش فيها مغزى بالنسبة لك واضح، إنما لما تعرف التفصيل والقصة والناس دول فكرهم كانوا إيه وكانوا خايفين من إيه، حينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
فما فيش حد يعمل كده، وما فيش حد يبقوا مجموعة من الناس ويهربوا خوفا من الموت. دي المعنى اللي في الآية اللي انت لما تيجي تقراها بعد كده هتبقى الحكاية في ذهنك طول الوقت، فتفهم المغزى من الآية الجميلة اللي عديت انا عليها سنين طويلة جدا، يعني ايه 20-30-40 سنة بقرا الآية وما اعرفش ايه القصة، زي ما حكيت لكم على اصحاب السبت، وزي ما هنحكي لكم برضو عن بعض الآيات اللي. فانت كل ما تقرا القرآن الكريم وتلاقي حاجة زي كده وتبحث فيها، اظن ان انت هتتبسط، هتحس قد كده ربنا يعني حطك في عينيه، وان ربنا قد كده بيديلك الامثال، ويضرب الله الامثال للناس عشان الناس تتعظ بحكايات بقصص قصص 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 تخش قلبك، وممكن تروقه ترويقه جامده جدا.